نجدها عندما نفقد الرغبة في العمل أو التواصل. ما هو الإحباط؟ وشو هي حالاته أكيد وعوامله؟ وكيف ممكن تبدو أبعاده، وخاصة في ظل الحالة الراهنة اللي عم نعيشها بكل ظروفها؟ هاي الأسئلة وغيرها رح تجيبنا عليها الدكتورة رأفات أحمد، اختصاصية تشخيص وعلاج نفسي، موجودة معنا باستوديو. يسعد صباحك دكتورة. صباح الفل، أهلا أهلا.